فقرة طبعا مهمة برضو هي المساجد في مصر. طبعا زي ما قلنا القاهرة لوحدها بتسمى مدينة الألف مأذنة، طبعا ده كان قديما، دلوقتي طبعا المآذن زادت الحمد لله والمساجد على مستوى مصر كلها، لكن عندنا مساجد ما زالت لها رونق وعبق تاريخي اسلامي كبير جدا من ايام الفاطميين ومماليك وغيرهم. فمعانا مسجد السلطان برقوق النهارده هنقدمه تحفه معماريه حقيقه تنطق بعبق التاريخ، وموجود في شارع مهم هو شارع المعز لدين الله ما بين المدرسه الكامليه ومسجد الناصر محمد ابن قلاوون. هو مجمع ديني بحي القرون الوسطى التاريخي في مصر، بناه وكلفه سلطان الظاهر برقوق كمدرسه للتعليم الديني، مؤلفة من مسجد ومدرسة وضريح وخانقة. تعالوا نشوف ونتابع ايه هو مسجد السلطان برقوق. مجموعة السلطان برقوق بشارع المعز واحدة من أكبر المتاحف المفتوحة للقاهرة في عصور الدولة الفاطمية والمملوكية، ومسجد السلطان برقوق يعد واحدا من أجمل آثار القاهرة التاريخية بمنطقة النحاسين بالجمالية في شارع المعز لدين الله. بناه السلطان الظاهر أبو سعيد برقوق أول حاكم مصر من المماليك الجراكسة، هو أحد المساجد التاريخية العتيقة وأول منشأة معمارية تبنى في دولة المماليك الجراكسة، وأشرف على البناء أمير جركسي الخليلي أمير خور، واهتم مهندسه ابن الطولوني بتخطيطه وتنسيقه والتأنق في زخرفته وتزيينه. يرجع تاريخ إنشاء مسجد السلطان برقوق إلى عام 1286 ميلادية، وجاءت فكرة بنائه ليكون مدرسة لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة، وألحق به قبة ضريحية وخانقة للصوفية، وكان في موضعها مبنى سكني يسمى خان الزكاة. تقع مئذنة المسجد في الجانب البحري من الواجهة، كما يضم المسجد قبة ضريحية تعلو غرفتي دفن، الأولى دفن بها جثمان السلطان برقوق وولده السلطان الناصر فرج ابن برقوق، بينما تضم غرفة الدفن الأخرى رفات نساء من أسرة الظاهر برقوق، هن خند شيرين زوجته وإحدى بناته.